أصحابنا الأعزاء، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب، ويديم عليكم الخير والصحة والعافية. معكم محبكم الأستاذ أحمد عجا، كل عام وأنتم بألف ألف خير يا رب بحلول شهر رمضان، وإن شاء الله رب العالمين ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. نصيحة لطلابي كلهم، شهر رمضان شهر عبادة زائد شهر عمل وجد، فالآن بدنا نستغل هذا الشهر حتى ندرس فيه، مش إنه نتحجج وهيك إنه نتعلف إنه هذا الشهر أنا صايم أنا شبعان. فنصيحة مني أنا أخوكم وأبوكم الأستاذ أحمد عجا، في هذا الشهر حاول قدر الاستطاعة أنك تكون أنت واصل المكان اللي المفروض تكون واصل إله، لأنه ما ظل 4 أشهر ومستقبلك بإذن الله عز وجل رح يرسم إن شاء الله رب العالمين بنجاح وبالمكان اللي أنت تستاهل أنك تكون فيه. يعطيكم ألف ألف عافية، ودمتم وكل عام وأنتم بألف ألف خير.